شخص بقى شغالك شغلانه محترمه مع بني ادمين تسيبنا وتروح تتعامل مع الكلاب؟ ده انت كبله. انا ما هربتش، البت هي اللي خطفتك. ما خطفتوش ولا حاجه يا مولانا، هو اللي قالها يلا بسرعه ونط في العربيه. ده بيكذب. يكذب زي ما هو عايز. احنا عايزين فلوسنا وبعدها يغور في 60 داهيه، نص مليون كاش يتعدوا قدامي ورقه ورقه، والا جتتك هتروح لعمك ملفوفه في ورق جرايد. عمي بقى الله يسامحه بعني. لو انت ابن اخوه من صلبه فعلا مش هيبيعك، والدم هيعمل شغل. اما بقى لو كنت من دم تاني لا سمح الله، وانت فاهمني طبعا، يبقى الدم مش هيعمل شغل. احنا بقى نعمل شغلنا، هاتوا النطع والسطور وحلوا الزبون وهاتوه. افرد كف ايدك اليمين على النقطة وابعد صوابعك عن بعضها. زي ما قلت لسيادتكم في التليفون يا باشا، عاوزين نص مليون جنيه والا هيقتلوه. والصباع الناقص ملوش ثمن؟ 490 الف بس. خلاص يا باشا، هبيع انا سيختي وادفع ال 10000. وقتك انتهى، ادولها الفلوس ومش عايز اسمع عنه حاجه تاني. يا كبير، مش انت عايزه يتعلم؟ وحياه الشده اللي انت فيها دي اتعلم. انت لو شفته يصعب عليك. اطلعوا بره. اسمعي، سلامتك يا غالي. سلامة ايه بقى وانا من غير صباع؟ لسه في ايدك اربعه احمد ربنا، وبعدين ده الصباع الصغير يعني مش مهم. يعني ايه مش مهم؟ مش فاهمك انت في اهميه الصوابع. انتوا ناس عايشين الدنيا بهمجيه. امال انت عايشها ازاي يا ابو صوابع نعمه؟ لما تبص لنفسك كويس هتلاقي نفسك زينا واكتر شويه، بس لابس نظيف والفلوس عندك اكتر من الزباله اللي احنا عايشين وسطيها. هات ايدك، ايدك سليمه. الخمسه هم مولانا ضرب خشب القرمه اغمى عليك. فوتك بعافيه. 49 كله في التمام يا مولانا، مش ناقص غير ال 10000 اللي قالت عليهم الهانم. عمك ده راجل جلده طماع، ياخد 10000 جنيه في صباع ملوش اي لازمه؟ امال الواد عباس الروش يطلب كام في اللي اتقطع منه بقى؟